يمكن كان كيمر الازمه، يمكن كانت استعدادات نفسيه هي اللي كانت خلقات هذه الازمه في هذه الاسابيع الاخيره، وكانت نتائج سلبيه ولات واحد الجو مشحون. ولكن خلال هذه المباراه والوعي ديال اللاعبين اللي تجمعنا معاهم كنكتبوا، ولكن هما كانوا واعيين زعما الصراحه انا باش نقول الواقع، انه كانوا واعوا بالمسؤوليه اللي وصلوا ليها ومادام حمل القميص الوداد اش كيشكل وخص الدور اللي عليهم. فالبارح يعني في الفندق بوحدهم تجمعوا اللاعبين وخذوا قرار على اساس انه يرجعوا الصوره ديالهم، يحيدوا الخلافات اللي بيناتهم ولا اللي مع المكتب، ويحاولوا يشوفوا انه كيمثلوا فريق وهو نادي الوداد الرياضي، ويعطيو صوره عليه حضاريه، صوره تقنيه، صوره اللي كيبغيها جميع الوداديين. فعلا اليوم كتبين وانا كنقولها من هذا المنبر ان فريق الوداد يمكن اقوى من الفريق اللي هو الاول، وهذا كيبان خلال المباريات. نعطيكم مباريات كاع اللي تلاقينا فيهم هذه السنه خلال ثلاث مباريات في الكاس، وهذا كتكون دائما الوداد متفوقه. انا يعني فرحت لهاد المباراه وتاسفت لان كان خصنا نربحوا، حنا نستحقوا الرباح ونستحقوا النتيجه، حتى وانه الهدف اللي سجلوا علينا كان سجلوا لاعب منا يعني. ما كاينش الهضره ديال الاتفاق على النتيجه، ولكن ما كاينش اتفاق وانا كنقولها وكنتحمل مسؤوليتي واي واحد نتحدى، ما كاينش اتفاق ولا يكون كومبين، ولكن بيناتنا هذه لاعبين باش نلعبوا على الصوره ديال نادي الوداد، الصوره ديال كره القدم، وما خصناش ندخلوا لهذ المتاهات. حنا لعبنا باش نربحوا، كنا نربحوا وكنا نستحقوا نربحوا، وكيف كتشوفوا الوقت كيبين والواقع كيبين والمباراه كتبين. يمكن ان سيغتان غولاشمون وقع لنا التعادل اللي تصيدنا فيه وكنا نماركيو اكثر، ولكن اندرسون يعني بهذا اللفظ خدمنا اليوم، لان ثلاثه يعني الكرات اللي وحده على الاقل فيهم تسجلها وكون تسجل الهدف الثاني غتقتل المباراه. شكرا ما ساعدناش، ولكن فريق كاين. ها الازمه هي كنعيشها، ولكن عندنا فريق ماشي ما عندناش، وتحدى من اللي كان. سي سعد الله، العزوف ديال الجماهير ديال فريق الوداد اليوم كيفاش تفسروا؟ كنتاسف ليه، هذا موقف خداه الجماهير، وكنقول بانه يمكن غاضبين على المكتب، غاضبين على طريقه السياسه. انا اليوم اللي كنقول لهذا الجمهور انه ما جاش من حقه، ولكن خصو يساند الفريق ديالو في وقت الازمه، السراء والضراء، السراء والضراء. حنا دابا الان في الضراء وقفنا فيها، ولكن كنبغي نبين لهم حنا يمكن نمشيو. هذا الفريق اللي خلينا راه فريق، وتحدى اي كان يقول لي ماشي فريق، ما اثرش ما اثرش على اللاعبين جميع الانديه، ونتحداو واش شي نادي عنده بحال الوداد. الغالب الله النتائج ما جاتش لظروف، ها هو اليوم كان خصنا نربحوا ما ربحناش، درنا تعادل. دونك الشوط الاول كان كله ديال الوداد، يمكن الحظ ما عاوناش، ولكن الفريق كاين. سعد الله ما عندي ما نقول، حنا كنبغيو الجمهور، والوداد بلا جمهور ماشي جمهور، وماشي ياسين هو يقدر ياسين يمشي، ولكن الجمهور ولكن سميه الوداد خاصها تبقى، خاصها تبقى. الجمهور راه كيمشي مع الوداد، ما كيمشيش مع ياسين ولا فلان ولا علان، كيمشي مع الوداد، خصو يبقى مع الوداد، يكون اللي بغى يكون في صالح الوداد. مع الاسف انا كنتاسف، انا راه قبل ما نكون مسير غادي جمهور، وباقي غنبقى جمهور، وغنخرج غنبقى جمهور، خصني نكون مع الفرقه ديالي، وسيرتو في وقت الشده. غيب الجمهور.